ثاني نوع من اللوجيك رح نتعلمه هو البريديكت لوجيك. البريديكت لوجيك بتحكي لي انه I can state something، بقدر استنتج معلومة about a subject، عن فاعل معين، من statement انا بعرفها. يعني مثلا عندي هاي الستيتمنت: all discrete math students passed the final exam. هاي هي الستيتمنت. احمد is a discrete math student. انا احمد عندي هو هون السبجكت، بقدر استنتج عن احمد انه احمد passed the final exam من لما عرفت انه he is a discrete math student، وانا بعرف من الستيتمنت انه all discrete math students passed the final exam. هذا الاستنتاج احمد passed the final exam كان من الستيتمنت all discrete math students passed the final exam. طبعا البروبوزيشن لوجيك احنا ما بنستخدمها هون لانها ما بتقدر تعبر لي عن هذا الاستنتاج بطريقه كافيه ومعبره، فرح نستخدم البريديكت لوجيك. ليه رح نستخدم البريديكت لوجيك والبروبوزيشنال لوجيك ما بتنفع؟ حكينا بالبروبوزيشنال لوجيك ممنوع ابدا يكون في عندي variables زي اكس وواي، بتبطل الستيتمنت اذا كان فيها variables، بتبطل البروبوزيشنال لوجيك. بينما البريديكت بتسمح لي انه استخدم هذول الفاريبلز، يعني بقدر احكي انه البريديكت لوجيك هي a state of a variable، هي صفة للفاريبل. انا مثلا عندي هون هاي الجملة، بقدر ادخل فيها اي variable اللي هم رح يكون الستودنتس، students هم الفاريبل، بقدر احكي عن students هم x، بقدر ادخل محل هذا الفاريبل اي شخص عندي، اي طالب طالما هو طالب، واستنتج عنه هذا الاشي. دخلنا محل x اللي هو الستودنتس احمد، وصفت عندي احمد passed the final exam اللي هو رح يكون عندي الاستنتاج. مثال ثاني، نحكي x اكبر من 3. بقدر امثل هاي الستيتمنت ب p of x. p of x رح نحكي له propositional function. كيف لما بنحكي f of x بالرياضيات العادي؟ اي قيمة بقدر احطها ادخلها محل x رح تعطيني statement عن القيمة اللي دخلت ل x. يعني مثلا خلينا ندخل محل x 4، x صارت 4، اذا 4 اكبر من 3، وصار عندي هون truth value للstatement الجديدة. هلا ليش propositional؟ لأنه لما ندخل value محل x رح يصير في عندي proposition ورح يكون إلو truth value. Once a value has been assigned رح تصير عندي هاي الstatement اللي هي p of x، لما يكون محل x قيمة value رح يكون في عندي truth value، بقدر أعطيها truth أو false. هلا بالستيتمنتس هاي x اكبر من 3، زي ما انا بقدر استخدم اي ماثيماتيكال اوبريتور، بقدر استخدم اي لوجيكال اوبريتور، يعني ممكن استخدم اند، ممكن استخدم اور، كل هدول اللي تعلمناهم زي لما كنا نجمع البروبوزيشنز مع بعض علشان نعمل كومباوند بروبوزيشن، وهذا هون هذا الاشي عادي يطبق وبنفع. كمان مثال عندي البروبوزيشنال فانكشن pxy، عادي بنقدر نحط اكثر من فاريبل قد ما بدنا. denotes يعني بيمثل the statement of x equals y plus 3، بيطلب مني التروث فاليوز لهدول النقطتين. لما يطلب truth values انا عم بيعطيني قيم. حكينا انه متى بصير للpropositional function truth values؟ لما ندخل محل الvariables قيم وبصيروا propositions. اذا طالما في طلب في truth values فانا رح اكون propositions من الpropositional function اللي اعطاني اياه اللي هو pxy واللي بيمثل لي statement x equals y plus 3. كيف منحل؟ عادي سهل جدا، منعوض القيم x الاولى y الثانية داخل الستيتمنت. x هي 1 بتساوي y 2 زائد 3. 1 هل هي تساوي 5؟ لا، اذا هذا البروبوزيشن فولس. الثانية نفس الاشي منعوض 3 equals y 0 زائد 3. هل 3 بتساوي 3؟ نعم، اذا هاي البروبوزيشن هو true. وعلى نفس الوتيرة رح نتعلم عن إشي اسمه quantifiers. الquantifiers هم المحددات، بيحددوا لي range من الelements، فترة من العناصر محددة نطبقها على
propositional function نعمل منه propositions. كيف كنا ندخل قيم للvariables قبل شوي ل y و x، هلا عم بندخل range كاملة بدنا ندرسها كproposition لل propositional functions عندي عشان يعطوني truth value true أو false. فإحنا عم بنفس الطريقة عم نحول ال propositional functions عن طريق ال quantifiers ل propositions إلهم truth values. رح نتعلم نوعين من ال quantifiers. أول نوع هو ال universal ونرمز له بالرمز A مشقلبة، وثاني نوع هو ال existential ورمزه E معكوسة. أول quantifier رح نحكي عنه هو ال universal quantifier أو ال for all quantifier. لما نحكي for all معناتهم إنه P of X as a propositional function يطبق على جميع values X داخل الدومين. P of X for all values of X in the domain، يعني إنه جميع قيم X لو بدخلها داخل ال propositional function رح يعطوني true valued propositions. هذا الحكي نفسه بالضبط لما بدي أحكي إنه for all x هي logically equivalent ل p of x1 and p of x2 and p of x3 and p of xn، يعني آخر الدومين آخر value بالدومين. ليه؟ لأنه إحنا لما حكينا عن ال and حكينا إذا واحدة فيهم false فالstatement كاملة رح تكون false، لازم كلهم يكونوا true علشان يعطوني compound proposition يكون true. نفس الإشي هون، إذا واحدة داخل الدومين أعطتني false value، إذن for all p of x رح تكون false حتى لو إنها واحدة من أصل 100,000. هلأ الelement اللي بيعطيني false value ل p of x بنحكي له counter example. counter example نأخذ مثال، عندي p of x propositional function بيمثل لي ال statement x is greater than 3، والدومين عندي حكى لي انه هو z positive. z positive معناتها البوزيتيف انتجرز او الاعداد الصحيحه الموجبه، z minus هي الاعداد الصحيحه السالبه. طلب مني اليونيفرسال كوانتيفاير ل p of x for all x على الدومين اللي اعطاني اياه. هلا بنعوض محل قيم x بقيم من الدومين p of 1 and p of 2 and p of 3 and p of 4 إلى آخره. طبعا هلأ باليونيفرسال كوانتيفاير لأقدر أحله بكفيني ألاقي وحدة counter example اللي هو القيمة اللي بتعطيني false. طالما أنا لقيتها فخلص اليونيفرسال كوانتيفاير للproposition false. وإحنا هينا لقيناها من أول قيمة من 1 x 1 أكبر من 3 هاي false، إذن وهاي false وهاي false وهاي false. إذن عندي for all x p of x on the domain z positive is false. لو أغير شوي بالسؤال وأحط محل الثلاث سالب واحد بدون ما أعوض القيم، وإذا الدومين عندي كان positive integers فكل أعداد الموجبة كلهم أكبر من سالب واحد بدون ما أجرب أرقام وقيم وأحطهم بهاي الطريقة، بصير عندي p of x for all x p of x is true. كمان مثال p of x بحكي لي هي x زائد واحد أكبر من x، والدومين عندي هو r أو الريل نمبرز الأرقام الحقيقية. طلب مني the truth value of for all x p of x. بدون ما نقعد نجرب قيم، دائما أي رقم بزيد لواحد رح يكون أكبر من الرقم الأصلي، 2 زائد 1 3 أكبر من 2 إلى آخره. إذن في مرات أسئلة هيك مباشرة بالمنطق بنقدر نطلعها الـ truth value إلها، وبالتالي for all x p of x is true. ثاني quantifier هو الـ existential quantifier أو اللي بنرمز له بالرمز E معكوسة. الexistential quantifier بحكي لي إنه في عندي على الأقل element واحد داخل الدومين شو ما كبر الدومين، طالما في هذا الelement الوحيد موجود داخل الدومين وحقق لي propositional function بحيث إنه أعطاني true value بس يصير proposition، إذن الexistential quantification للpropositional function بيكون true. There exists an element in the domain بحقق لي، في عندي element داخل الدومين بحقق لي
الـ propositional function. لما نحكي there exists an element x داخل p of x على الدومين معين, هو نفسه لما أحكي p of x or p of x1 or p of x2 or p of x3 or لآخر الدومين, لأنه زي ما تعلمنا الـ or طالما واحدة فيهم أعطتني true value الـ proposition كله رح يكون true. ونفس الإشي الـ existential quantifier طالما في واحدة على الأقل true فالـ existential quantification هو true. نأخذ مثال, نفس المثال اللي طبقناه على الـ universal quantifier اللي هو p of x بتمثل لي x أكبر من 3 والدومين هو الـ positive integers. Find the truth value of there exists x p of x على الدومين اللي هو z positive. هلأ أكيد داخل الدومين اللي هو الأعداد الصحيحة الموجبة في رقم أكبر من 3, هم أكثر من رقم واحد, بس طالما أنا قدرت ألاقي رقم 4 أولهم بيخطر ببالنا, طالما أنا قدرت ألاقي رقم إذن there exists x p of x على الدومين اللي هو positive integers is true. كمان example بحكي لي p of x هي عبارة عن the statement of x plus 1 equals x والدومين عندي r هو real number. بحكي لي find the truth value of there exists x p of x. هلا نطلع على the statement x زائد 1 بتساوي x, عدد زائد 1 رح يعطيني نفس العدد الأصلي. هل في رقم بالأرقام الريل كلها في رقم عندي بيعطيني مجموعه مع الواحد نفس الرقم؟ ما في. إذن there doesn't exist حتى رقم واحد, فبالتالي there exists p of x للدومين على الدومين r is false. هلا بالquantifiers الثنتين اللي تعلمناهم الـ existential والـ universal مرات الـ statement ما بتكون كثير واضحة استنتج منها الـ truth value, فأحسن إشي إنه لما بدي أجي أخذ الـ statement أعوض فيها ثلاث أرقام على الأقل, صفر واحد منهم, رقم سالب ورقم موجب. بالعادة أنا بحب أجرب السالب واحد والواحد, فمنعوض صفر سالب واحد وواحد والباقي إحنا ممكن نقدر نستنتجه لحالنا. نأخذ كمان أمثلة for all x x أكبر من الزيرو أو or x أقل من الزيرو. عندي x أقل من الزيرو الأرقام السالبة إذن true هنا بيكون فال statement true. x أكبر من صفر هم الأرقام الموجبة or إذن or proposition هو true. لكن حكينا بنأخذ رقم سالب رقم موجب ونأخذ الصفر, لما بدي أعوض x بتساوي صفر هاي بتصير false وهاي false, صير عندي ال compound proposition كله false. إذن for all x ال quantification هون عندي بيكون false كله لأنه for all. ثاني واحدة وطبعا الدومين هو z اللي هم الانتجرز السالبين والموجبين. for all x الثانية بتحكي إذا x أكبر من صفر that implies إنه x أكبر من الأربعة. نأخذ القيم اللي عندي إياها, يعني قيمة واضحة كثير مثلا واحد, الواحد هي أكبر من الصفر, فبما إنه الشرط تحقق لازم جواب الشرط يكون true بالتالي. لكن واحد مش أكبر من أربعة, لما x تكون واحد تصير عندي الـ statement false, الـ proposition هون false, وبالتالي الـ for all quantification لـ x هو false. ثالث واحدة for all x إذا كانت x أكبر من الخمسة that implies إنه x أكبر من الاثنين. هلا أكيد طالما الرقم أكبر من الخمسة هو أكيد أكبر من الاثنين, إذا هذا الـ proposition for all quantification بتكون true. رابع واحدة for all x إذا كانت x أكبر من الواحد فتربيع الرقم ل x هو أكبر من الرقم الأصلي x, ودائما هذا صح, طالما الرقم أكبر من الواحد تربيع رح يكون أكبر من الرقم الأصلي كان بالأرقام الموجبة أو بالأرقام السالبة. خلينا نأخذ رقم مثلا أكبر من الواحد مثلا 4, الأربعة هي أكبر من الواحد, 4 تربيع 16, 16 أكبر من الأربعة. طبعا ما بدخل سالب بالموضوع لأنه اشترط لي الشرط أنه يكون أكبر من واحد, وبالتالي الـ proposition عندي هون
true. كمان أمثلة بس على الـ existential quantifier وعلى نفس الدومين اللي هو الأعداد الصحيحة الـ integers. أول مثال بيحكي لي there exists x where x is greater than 4 and x is less than 8. هلا لما حكى لي x is greater than 4 x is less than 8 هو حصرني بالدومين تبعي بين الأربعة والثمانية. في عندي أرقام داخل هاي الفترة هي أكبر من أربعة وأقل من ثمانية، هذا الإشي صحيح، عندي خمسة مثلا وهذا بخلي لي الـ quantification true. ثاني مثال there exists x where x is greater than 3 it implies that x squared is less than 8. هلا هون بدي أتذكر طبيعة الـ implication. حكينا الـ implication إذا كان الـ condition true أو الـ hypothesis true هذا بيشترط 100% إنه الـ conclusion يكون true، لكن العكس غير صحيح، إذا كان الـ conclusion هو true فهذا لا يعني إنه الـ condition كان true، ممكن يكون في أشياء ثانية أدت إلى الـ conclusion. فهلا زي ما حكيت بناخذ أرقام تساعدني أحل هذا هاي الـ quantification من داخل الدومين. ناخذ رقم سالب صفر وموجب، رقم موجب ناخذ السالب واحد، هل السالب واحد أكبر من اثنين؟ false. هل الواحد بتصير سالب واحد تربيع أقل من الثمانية؟ هذا true. لما أحكي x سالب واحد نعوضها هون، x سالب واحد أكبر من اثنين هاي false. This implies x تربيع اللي هي بتصير سالب واحد تربيع بتصير واحد، هل الواحد أقل من الثمانية؟ هاي true. إذن ال implication true. إذن there exists a number where x is greater than 2 it implies x squared أقل من 8. إذن ال quantification existential quantification هون indeed true. برضو إذا جربنا الصفر والواحد رح يعطيني بنفس الأسلوب رح يعطيني true وبالتالي ال quantification true. تمام. ثالث واحدة there exists x where x equals x squared. حكينا نخد أرقام زي واحد وصفر وسالب واحد. هلا صفر بتساوي صفر تربيع true، خلاص معناته ال quantification true. واحد نفس الإشي، واحد بتساوي واحد تربيع، بس خلاص طالما أنا لقيت قيمة واحدة على الأقل إذا ال quantification true لما تكون x بتساوي صفر أو واحد. آخر مثال there exists x where x is less than 10 and x is greater than 2 and x squared is less than 3x. هلا هون حكى لي x is less than 10 and x is greater than 2 زي وكأنه أعطاني جزء من الدومين z اللي هو 2 ل 10. هل داخل هذا الانترفال 2 ل 10 هل في عندي رقم تربيعه بيكون أقل من 3x؟ خلينا نجرب أقل رقم بعد الاثنين اللي هو 3. x بتساوي 3. هل 9 أقل من 9؟ لا، false. وبالتالي بما أنه أصلاً أقل رقم أنا عندي إياه موجود داخل هاي الانترفال أعطاني false لهاي الستيتمنت، فبالتالي كل اللي بعدها اللي هم أكبر منها رح يكونوا false. إذن الـ existential quantification هاد كله false.